طيب خلينا نبتدي بفيتوريا، وطبعا هو حديث الساعة يعني، وبعد مرور سنة ونص من وجوده معنا في المنتخب تمت إقالته بالأمس. لو تلخص لنا مشكورا رؤيتك للسنة ونص انتهاء بقرار الإقالة، ورأيك فيه برضو إيه؟ منين يودي على فين؟ إيه رأيك بقى؟ إيه سؤال الحوسة ده؟ لا هو في صدمة، في صدمة في الشارع الرياضي، في صدمة في حتى عندنا احنا صدمة من المشهد، والبداية حاجة والنهاية حاجة تانية. يعني انت بتيجي من كل المباريات اللي اتلعبت مثلا 18 مباراة ودية على الرسمية، تجد ملامح في مباراتين ثلاثة. مباراة بلجيكا في الكويت لعبناها في أجواء مختلفة، مباراة الجزائر طبعا اللي لعبناها في الإمارات، مباراة تونس اللي خسرناها 3-1 ما عرفناش نعمل حاجة، خسرناها هنا في القاهرة 3-1 وجود يعني الفريق كامل، مباراة زامبيا. بعد كده كل المواجهات المختلفة كلها مع فرق تصنيف ثالث رابع، لكن المباريات التدريبية أنا بسميها تبقى فرصة، أنت عاوز تطبق جملة، عاوز تحفظ اللعيب اللعيبة بتاعتك حاجة. لما جيت بقى دخلت بقى في المعمعة ما تجيش بقى تقول لي اصل درجة الحرارة و تصريحات غريبة جدا الحقيقة. انت مش عايز في القارة السمراء يعني؟ صحيح. مع كامل احترامي كان لي رأي في هذا الرجل منذ البداية، وقلته علانية على احدى القنوات الكبيرة، وقلت يا جماعة عندما طلب مني تقييمه منحته صفر. يا صفر؟ منحته صفر في تقييمي ليه؟ ليه؟ لم اشعر بجملة فنية واحدة. مش حاسس ان صفر كتير؟ لا ايه ده ايه ده ايه ده، لا حرام، لا مش الدرجة. لا بامانة شديدة، احنا مش بنتكلم على شخص، بنتكلم على الانجازات. لا بامانة شديدة وبمنطقية وبدون اي حاجة، لابد ان اشعر للمدرب باصابع وانامل داخل الفريق وفي ارض الملعب. يعني احس ان المدرب يعني في حاجة المدرب عملها، عارف، لو حرك لاعب من مكان لمكان، لو خلى واحد عمل حاجه، عمل جمله صغيره، هقول الراجل ده لا عنده حاجه. ده احنا في بعض الاحيان كنا بندور على تعبير وش بس هو ليه وهو ما على ما انا بقول لحضرتك بس متضايق، انا بقول يعني انا بقول لحضرتك ماشي. يعني بامانه شديده الاختيار من الاول والضجه ورد الفعل الكبير جدا الناس خدتها في اطار انه مثلا كان الراجل ده الاهلي بفوضه، فاحنا مع الاهلي ما رضيش يروح الاهلي فجالنا احنا. ماشي اوكي، هو ده الانتصار؟ مش ده الانتصار، ده كان بدايه الخيبه. لانك انت لما تيجي تختار مدرب، انا يعني استاذ كريم انا كرهت كلمه اسمها كلمه مشروع. كل واحد يقول لك انا جايب ايه المشروع، ما احنا ما عارفين، عاوزين تفاصيل مشروع، ما حدش راضي يقول لنا هو هيبقى نتيجته ايه وعامل ايه وقايم على ايه الدعائم بتاعته والحدوته كلها. الموضوع اكبر من ازمه الخروج من دور 16 في امم افريقيا. كره القدم المصريه في ازمه حقيقيه، وازمه على مستوى الكواليتي، كواليتي اللعيبه، مستوى الفكر. فكر مين بقى؟ فكر الاداره؟ لا الاداره والنواحي الفنيه، الاداء اللعيبه في الملعب. بص على الادارات الفنيه المختلفه، بص انت فين المدرب الوطني بتاعك؟ يعني ايه اديك ورقه وقلم واحنا قاعدين عندنا على الهواء، سمي لي اربع خمس مدربين في الدوري المصري وطنيين وعاملين شغل وعملوا حاجه انت شايفها في حاله انبهار. علينا ان نتوقف الان ومن الامس عن النفخ ومنح ناس حاجات اكبر من حجمها، اسطوره الاساطير ونجم النجوم، ولا عشان بشات شوطه، عشان جاب هدف، عشان عمل تمريره، فين المشهد؟ فين هات لي لاعب في الدوري المصري قيمه قول لي لعب خمس مواسم ورا بعض، طيب خليهم اربعه، طب خليهم موسم واحد، طب هات لي نص موسم، الله 18 مباراه لعب بنفس المستوى وكان على نفس الدرجه في نفس الاداء، هتلقى فين؟ الاداء ايه؟ هتجد مش بالصوره الكامله. ليه؟ احنا توجهنا تركنا الاتهام ده كده بيطال الانديه. لا انا بكلمك، انا بكلمك بصفه عامه، بس كله بقى بكلمك على صفه عامه. استاذ محمود بقى هيفتح ملفات النهارده. لا مش انا مساله، هجيبنا فيتوريا، شيل فيتوريا، هو مين اللي بيشغل فيتوريا في الملعب؟ اللعيبه.